السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله وتكونوا كاملين على خير وبخير. كما لاحظتوا الشموع اللي مطبوع عليها الصور كيفاش كنعدلوها اليوم، جيتكم بواحد الطريقه سهله بزاف وماشي صعيبه. كما كنلاحظوا انا كانت عندي كرتونه فيها يعني رسوم ديال ديزني، يعني حيوانات ديال ديزني او الرسومات ديال ديزني. جاتني فكره انني غادي نعدل، وطبعا راح كنعدلو بهاد الاوراق هذه، مثل هاد الاوراق اللي غنمشيو نستخرجوها من لامبريمو. يعني اي حاجه عندك في الدار، تقدر تكون اي كرتونه كما كانت، غادي تقطع هذيك الرسوم اللي فيها، ولا عجبتك شي حرف، ولا عجبك شي كسوه، ولا عجبتك شي مقوله من ديك الكرتونه، حاول انك تقطعها كما هذا الشكل هذا اللي شفتوني انا قطعت به هاد الاوراق هذه. كما كتلاحظوا هذه هي الطريقه الاولى اللي غادي نوريكم كيفاش غادي تلصقوا هذا الورق مثلا كما هذا. كما لاحظتوا انني الكرتون قطعت، يعني زولت منه هذاك الورق اللي كيكون مقوى اللي كيخليه يكون صحيح شويه، زولته منه. عاد قطعت الاوراق على الشكل اللي بغيت انا او للمجسمات اللي بغيت انا. من بعد كنجيبوا هذا الورق ديال الكويسون ولا الورق الزبده، كنعملوه على الشمعه من قبل كنكونوا عملنا الرسوم ديالنا، ونحاولوا نضغطوا يعني نشبروها مزيان باش ما تحركش ديك الرسوم تطلع للاعلى ولا تعود الفوق. صافي بهذه الطريقه هذه غادي نشبروها. غادي نعمل عليها بلانشة سخونه تكون يعني سخنت من قبل، وغادي نبقى ندوز على ديك على هاد الرسومات هذه، غادي ندوز عليها بالبلانشة حتى كنبقى نشوف الورق ديالي بحال اللي بدا كيفزق. يعني هذيك الشمعه كتطلق الزيت ديالها باش كيدخل هذوك الرسومات، كتدخل في وسط الشمعه، يعني ما كتبقاش تبان انها مجرد ورق محطوط على هاد الشمعه، لا كتبقى تبان انها بحال اللي مرسومه في وسط منها او مطبوعه عليها بهذه الطريقه هذه بنات. يعني طريقه سهله بزاف، بسيطه بزاف، نبقاو ماشيين معاها حتى نحسوا اننا لصقناها كامله غير ببلانشا. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. كما قلت لكم البنات اي حاجه عندكم في الدار، راه كنسيبوا بزاف ديال الكراتن كنسيبوهم، كيكونوا فيهم رسومات اللي هي جميله بزاف، ممكن انك تزينه، ممكن ان هاد الشمعه هذا تديه انتينا كادو، ممكن انك تعملوا هديه لطفلك او للطفله ديالك او للابن ديالك، ممكن وممكن وممكن، يعني اشياء كثيره راه غير الحول، يعني راه هي حولنا وحنا ما كنشوفوهاش. يعني هاد الاعمال اليدويه صراحه اعمال اللي هي مفيده بزاف، وخصوصا في هاد الحجر الصحي او لا في هاد الفتره هذه اللي كتمر بها العالم، ماشي غير البلاد ديالنا، نجلسوا وليداتنا حدانا ونعلموهم هاد الاعمال اليدويه، صراحه كتنمي العقل بزاف، كتخلي من الاطفال انهم ينتجوا، انهم ماشي يبقاو دائما خصهم غير يشريوا العاب، لا كتخليهم انهم هما يحاولوا يصنعوا شي حاجه اللي غادي يلعبوا بها. صراحه هاد الطريقه حتى انا تعلمتها مع ولدي، تصوروا ان عوض انني نعلم من ولدي، ولكن هو اللي علماني، لاحظت انه كيحب هاد الاعمال هادي. كما لاحظتوا معايا بعد ما لصقت الشماعه، بالنسبه لهذيك هذاك اللي كيبان انها فازقه غير غادي تيبس، صافي ما غاديش تبقى في التصويره. كما كتلاحظوا البنات كتبان ولو كانها مرسومه او لانها مطبوعه على الشماعه، لان هذاك الزيت اللي كتطلق الشماعه ملي كتذوب صافي كتدخل التصويره كامله كتدخل فيها. كنوريكم كاينه بعض الطريفات غادي نزولهم غير هيدا باش بالمقص وصافي، باش كتعدل الفورمه ديال الشماعه. كلشي كيبان كانها مطبوعه. صراحه هذه الطريقه الاولى اللي وريتكم. كما قلت لكم البنات حاولوا انكم تدخلوا معكم الاطفال ديالكم انهم يشاركوا معكم في هذه الاعمال اليدويه، ولو غير سويعه في النهار، عملوا ورود، عملوا اي حاجه، مهم كتربيوا في الاطفال انهم يخدموا. انا زدت من فوقي على حسب هذه، زدت لهاد السينتا ديال الجوهر كديكور وصافي، غير باش نعطيكم افكار فقط. كنتمنى يكون كلشي مفهوم البنات، ولا جاكم اي سؤال غير قولوه لي في الكومونتير لتحت، وان شاء الله غادي نجاوبكم على اي حاجه كتتعلق بهاد الاعمال هذه. اي حاجه يعني اللي هي سهله، يعني ما تطلبش منك انك تشري شموع، او ما تطلبش منك انك تشري اوراق، ويعني تخسر
فلوس كما كنقولوا هي الاشياء بسيطه بزاف وممكن انك تعملها غير انتينا بيدك. صافي عملت هاد سين تهيدا وفكرت انني نعمل واحد الجوهرات عشوائيا، يعني نترشهم فوق ديك الرؤوس ديال ميكي وميني، عيطي واحد ديكور خاص او لا ديكور، يعني نتوما كتبقى الهوايه ديالكم. انا عطيتكم طريقه كيفاش تخدموا بها، يعني الطريقه كيفاش تلصقوا هاد الرسومات في الشمعه. هذه هي الطريقه الاولى، هي ديال بلانشا وديك بابي كويسون، هادشي اللي غتحتاجوا، المقص فقط هادشي اللي غتحتاجوا. اما الطريقه الثانيه ان شاء الله اللي غادي نوريكم دابا هي الطريقه ديال سكوتش، غادي نشبر هذيك المجسمات او هذوك الرسومات اللي عندي من الكرتون او من الورق، وغادي نلصقهم على اللصق ديالي كما كتلاحظوا. هاد الطريقه هذه اللي لصقت بها حاليا طريقه خلات لي الهواء في الورقه، نحاول انني الورقه ديالي نخرج منها الهواء، نخلي شي الهواء يدخل فيها ابدا. غادي نعمل طريقه اخرى وغادي ننزل الورقه على السكوتش، على انني ننزل سكوتش على الورقه، لان ملي كننزلوا سكوتش على الورقه كيتكمش السكوتش. هاد الطريقه هيدا احسن، الورقه نزلوها هي على السكوتش باش انك تقدر تخرج ديك الهواء كامل وكتنزل الورقه كامله. صافي فهاد الاثناء هادي غادي نحاول انني نخرج من ديك الورقه الهواء كامل، وانا حاليا غادي نقطعها على حساب كما لاحظتوا معايا، ونقطعها على الحساب الدائره اللي عندي فقط. هنايا ما قدتنيش على الكرتون، على الكرتونه اها، وعملت طبقه ثانيه. ما تخافوش ان تقولوا سكوتش غيكون مفرق، لا ما كيكون لا مفرق لا حتى شي حاجه، كيلصقوا مع بعضيتهم وما كيبانش الفرق ابدا. هنا كنخرج الهواء من هذه الكرتونه، اي حاجه عندكم حاولوا انكم تخرجوا الهواء باش ما كيبقاش داك التكمش في اللصق ملي كتطبع عليها الطباعه. كنجيبوا اناء فيه شويش ديال الماء وكنعملوا عليه، كنعملوا عفوا فيه ديك الورقه مادام انها من الكرتون، غادي نخليوها واحد دقيقه ولا جوج دقائق حتى يعني حتى نشوفوا انها صافي فزقت مره. دابا غادي تزول معايا بواحد السهوله كما كتلاحظوا، زالت بسهوله يعني مره، وبقات لصقه لاصقه في ديك السكوتش. وكما لاحظتوا ما بقاش هذاك حتى ديك الفرق اللي عملت ديال جوج ديال لي بوند ديال السكوتش، ما بقينش مره. كنحاول نحك بصبعي يعني غير بالهداوه، نحك ديك كيكون باقي الورق عليها لاصق، كنحاول انني نحكه بالصبع ديالي حتى كيزول في مره. كما لاحظتوا انا قطعت يعني رسومات اخرى وعملتها. انا صراحه بنات كنفضل هاد الطريقه هادي، كنفضلها بزاف على الطريقه الاولى، لان الطريقه الاولى فيها شويه الخدمه، فيها شويه تقدر تحرق يدك فيها بزاف. هاد الطريقه هادي كتعجبني، سهله واللصق يعني كيكون موجود في اي بيت، وما كتخسرلكش الرسمه مره، وما كتخسرلكش حتى الشماعه. كنحاولوا اننا نخرجوا الهواء من هاد الرسمه لانها هي من السكوتش. صافي وغادي نلصقوها على الشماعه ديالنا، وغنحاولوا اننا حتى هي نخرجوا منه هذيك الهواء. ملي نكونوا كنلصقوا نبقاو نخرجوا حتى كيخرج الهواء في مره، يعني ما كيبقاوش ديك بحال التبوقات اولا بحال شي شراطي، هذوك كيكون غير الهواء كيدخل ما بين هذيك البلاستيكه والشماعه. صافي غادي نخرجوهم، وها هي واجده الشماعه ديالنا. منظر صراحه رائع بزاف، يحبوها الاطفال كهديه. هذه هي الطريقه الاولى اللي عملت معكم، وهذه هي الطريقه الثانيه. صراحه الطرق جميله بزاف وبسيطه بزاف، وما كتطلبش اننا نخرجوا نشريوهم بواحد الثمن اللي هو غالي بزاف، يعني ما فايتاش حتى 10 دقائق ممكن انك تعدل هادشي هذا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي يا ربي الحبيب، وما تنساوشي انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاحباب، وباش يفيد ويعم الفائده لاي وحده خاصها تتعلم في حل هاد الاشياء هادي، اولا تخدم لي ما لا تخدم فيهم. هي مشاريع صغرى ممكن انك تخدم هاد الاشياء، لان الله يحسن العون
شي وحده ما كتكونش اصلا عندها يعني ما باقي لا اجتساد الخاطر كما كنقولوا باش تخدم هي هادشي هذا، خاصها ضروري اللي يعدلها. لما لا تعلم انك تعدل هادشي هذا، صنعه في اليد ما كتخسر شي مره. هادو رسومات اخرى اللي كانت عندي، كنحاول انني نزول حتى هما من الماء، وغادي نلصقهم على الشماعه الاخرى اللي بقات لي. وهذا ما كان، كنتمنى هاد جوج طرق يكون نفعوكم، ولا عندكم اي استفسار واي تساؤلات على هاد الخدمه هادي او هاد المشاريع هادي، خليوا لي اسئله في الكومنتار وان شاء الله غادي نجاوبكم في اقرب وقت ملي نشوف الميساج ديالكم، غادي نجاوبكم ان شاء الله. وغنخلي لكم حتى الانستغرام ديالي باش تدخلوا ليلو، لان كنزل بزاف ديال الاعمال بحال هيدا. ومرحبا والف مرحبا للبنات اللي خصهم يتعلموا بحال هيدا، الا بغيتو نفس الاعمال بحال هيدا غادي نبقى ننزل لكم ان شاء الله. نزلوا لتحت وصوتوا على الاوكي ولا النو. ان شاء الله يا ربي، وخليتكم على خير وبخير الى فيديو اخر ان شاء الله، والى فيديو تعليمي اخر ان شاء الله اللي غادي نستفد منه انا وتستفدوا منه حتى نتوما ان شاء الله. خليتكم على خير. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.